عندما أصبت ما توقفت عن العمل، بحثت عن عمل، بحثت عن شيء أني أجدد حياتي، تما أقعد بالبيت أو أهمل نفسي، حاولت أبحث عن شيء جديد لنفسي. كنت أعمل سابق ممرض بمشفى الطبقة الوطني، أصبت أثر لغم أرضي أثناء تحرير مدينة الطبقة، مما أدى إلى فقدان 3 أطراف اللي هم أقدامي وكف يدي اليمنى. وبعد هالشيء تعالجت الحمد لله وما وقفت على العمل، ظليت متابع والحمد لله كان عندي قوة وإرادة بالموضوع، وسعيت بوظيفة إلي الحمد لله، توظفت بمديرية العمل والشؤون الاجتماعية بمكتب العقود. يحاولون يسعون لنفسهم فرص عمل، إذا ما لقى فرصة عمل هو ينشئ عمل بنفسه، منه ما يقعد بالبيت، لأنه من قاعد بالبيت راح يتحطم ويتكسر معنوياته. وأتمنى الشفاء لكل المصابين والمرضى.